شوف الجسم اجمالي النفقات الجارية في عام 2021 بلغت حسب ارقام وزارة المالية المنشورة على صفحتها بلغت حوالي 89 شوية اكثر من 89 تريليون دينار. زين خلي بس نتكلم عن مسائل واقعية. 89 تريليون دينار هذه عام 2021، تراكمات عام 2022 واحتياجات عام 2023 من النفقات التشغيلية تفوق كثير جدا من هذه الأموال. ولذلك توقعي أنه النفقات التشغيلية سترتفع إلى أكثر من 100 تريليون دينار. هنا السؤال يا سيد السوري، وهذا هذا الارتفاع المطرد في كل موازنة نعم. هو سبب التوسع بالتشغيل؟ أنا كنت قد سألت هذا السؤال لأحد نعم. المسؤولين نعم. قلت له أنت شلون تعينون، أنت شلون تعينون وعدكم تضخم بالموازنة التشغيلية؟ قال هذا من سياسة الحذف والاستحداث وليس إضافة أو صناعة درجات وظيفية. لا هو إضافة درجات وظيفية والاستحداث وكل شيء موجود، كله موجود بالواقع. والمسألة بحدود 500 ألف شخص سيكون يعني الإضافات الجديدة لتغيير. بس هي تتم من الحذف والاستحداث. بس خلي أقول لك شيء يا أستاذ ماجد، عندما نتكلم عن النفقات الجارية نزل من عندها يعني بحدود 80 تريليون دينار هي نفقات جارية، رواتب وخدمات اجتماعية ومنافع، هذه كلية هذه موجودة، هذا مبلغ كبير جدا يجب أن نعمل على تخفيضه. بدون تخفيضه تأكد أنه لا مستقبل للتنمية الاقتصادية في العراق. طيب بدون تثبيته تأكد أنه لا يمكن للتنمية الاقتصادية في العراق أن تحدث. طيب الخلافات السياسية اللي موجودة في الوقت الحاضر هي خلافات شكلية على شكل الموازنة وعلى تقسيم الحصص، هذا لا يمكن أبدا. إذا استمرت هذه الوضعية فهنا شكرا لك، لا ننتظر أي تطور في مستوى المجتمع العراقي ولا في التنمية الاقتصادية.